بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم متابعي يوميات أسرة بسيطة في فيديو الاختراعات والافتكاسات الجديدة، ومش كده وبس، وبنص تمنها النهاردة حرق أسعار للافتكاسات والاختراعات اللي هدفها تريح ست البيت وهي في بيتها وهي واقفة في المطبخ. تعالوا بقى النهاردة نجدد بيتنا ومطبخنا بأقل الإمكانيات. يا جماعة النهاردة عندنا أسعار حلوة جدا، عندنا 2 جنيه وعندنا 5 جنيه وعندنا 7.5، واختراعات جميلة بألوان جميلة. يلا بسرعة ندخل على الفيديو، على فكرة في شحن لأي مكان. يلا بقى ندخل ونشوف العنوان فين ونشوف كل الاختراعات دي. ما تنسوش اللايك. طبعا احنا النهاردة جايين نصور من وش السعد، موجودين فين؟ في اسكندرية. حضرتك لو نزلتي محطة جناكليس الترام اسألي على شارع مرتضى، تبقي جاية من ناحية دي، الناحية اللي قدامنا دي، يبقى أنت جاية من جناكليس. طيب لو جاية بقى من الناحية التانية اللي هي من ناحية ترام شوتس، يعني أي محطة في المحطتين، اسألي على شارع مرتضى. لو جاية من الناحية دي يبقى جاية من شوتس، محطة ترام شوتس. هتنزلي تسألي على شارع مرتضى، سهل جدا، هتمشي شوية هتلاقي العمارة اللي جنب اللي موجودة دي ويوسف العطار، وهو ده وش السعد. تعالوا بقى نشوف كل الاختراعات والجميل. السلام عليكم، ازي حضرتك يا استاذ مصطفى؟ عايزين بقى دلوقتي نشوف كل الاختراعات والافتكاسات اللي عند حضرتك، تمام؟ نبتدي بقى فيديو النهارده. تعالوا بقى شوفوا الاختراعات اخرها ايه موجود هنا في وش السعد. اول حاجه عندنا ايه بقى؟ بصي يا ماما، نبتدي كده. ايوه معلش، كده بالحاجات الحلوه ديت. دي كده علقه 2 هوك بتتعلق كده ورا الباب. ايوه، وبتحط عليها الهدوم. الهدوم بقى تمام. حلو قوي كده. دي هوك ولد وبنت. حلو ماشي. دي بكام؟ دي عامله 16. تمام. دي طبعا مكتوب عليها 25. ايوه بس ب 16 للمتابعين. 16 للمتابعين. الله ينور. برده كده الصداده ديت، دي صداده للباب. بتحط كده تحت الباب. دي عامله 4.5. دي 4.5. تمام. طبعا دي سيليكون عشان تبقى حلو قوي. عشان حتى لو تمام. دي طيب. شكلها اهي حلوه قوي. عندك الحاجات ديت دي ايه بقى؟ دي ايه بخمسة؟ دي كده زي فرشه، حمله فرش، حامل فرش لو حد مسافر او حاجه، جوه الفرش بخمسة جنيه. بخمسة جنيه. حلوه قوي، شكلها حلو قوي. حاجه زي كده تمام ب15. دي ب15. عباره عن ايه برضو؟ دي كده زمزميه. زمزميه يعني للاطفال او الاطفال وكده وللكبار تمام. من جوه ماشي 15. حاجه زي كده، دي زمزميه بس دي اندونيسي. اندونيسي دي عامله 35 جنيه. تمام تمام. حلو قوي. في كده عليها بيتفتح معاكي ده. أيوة. الشاليمو بتاعها. الله ينور. كمان زمزميه برضو على شكل قطه كده ب 35 جنيه برضو. تمام. دي اندونيسي. ده اندونيسي. تمام. نشوف بقى الحاجات الحلوه اللي ممكن نحطها بقى في رمضان وفي العيد. طيب على الثلاجات الحاجات دي قالت حطها على الثلاجه. أيوة. تمام. حاجات زي كده، فراشات جميله جدا. إيه دي بتتلزق؟ طبعا باكت فيه 12. ايوه، بتتلزق بدبل فيس او كمان ممكن تتحط بمغناطيس. بمغناطيس يعني عادي يعني، في مغناطيس عادي. طب تمام، ممكن تحط فيها دبل فيس. دي ب 12 جنيه. ب 12 جنيه وفيها 12 قطعة. معانا الجراب الموبايل دوت، ده اللي بيخش لو نازله الميه. ايوه الكلام ده. دي ب 10 جنيه. معانا ب 10 جنيه جراب الميه ده. تمام. انا كده الصفايات الحوت السيليكون ديت. أيوة. ب 5 جنيه. ب 5 جنيه النهارده عندنا اسعار من اول 4.5. حلو قوي. وممكن حاجات كمان ب 2 جنيه. في حاجات اقل كمان؟ في حاجات ب 2 جنيه. بصوا يا جماعه، دي ب 2 جنيه. دي ب 2 جنيه، مبشرة تبص كتير. حلوه دي ب 2 جنيه بس. الله ينور. عندنا الجوانت دوت فيه 100. تمام. ده ب 4 جنيه بس. ب 4 جنيه. حلو. عندنا الكفر بقى الكفر الشوز دوت بتاع المطر. ايوه تمام. ده ب 29 جنيه. دول اثنين باكت، وطبعا الخامه بتاعته ما شاء الله كويسه جدا، سيليكون والالوان المترقعه دي هي بتاعته. عندنا الحاجات بتاعت الكاتشب كده الاثنين من دول بكام؟ تمام. بتبقى واحده حمراء واحده صفراء، الاثنين من دول ب 9 جنيه. تمام. طب ايه حاجه كده اختراع حلو. دي بتاعت الباميه. ايوه، دي بتفصصت الباميه. بتقمع لي الباميه بس مش بتفصص، بتقمع. قمعت الباميه، سوري معلش. ايوه. دي عامله 19. تمام. اتفصلت اصلا. تمام. بس يا جماعه ده الكعب السيليكون. ايوه تمام. ده عشان يريح برضو الرجل اللي تعبانه او كده. تمام. ده بكام؟ ده بقى عليه عرض حلو قوي ب 7 جنيه ونص. ب 7.5 بس؟ بسبعة. الله ينور، جايبه لكم النهارده حاجات ضرب نار. الله ينور. ده ب 5 جنيه. دي ايه بقى؟ دي كده حامل بتتحط كده، تحط عليها الفوط. الفوط حلو قوي. ب 5 جنيه. تمام. تمام. عندنا الصداده دي ب 3 جنيه ونص. تمام. صداده للباب برده عشان ما يتقفلش. تمام. بقى الدنيا في البازه الحلوه دي. 7 جنيه ونص. البازه دي 7.5 حلوه قوي. تمام. بتدي منظر في الثلاجه، تحط عليها والله تحط في الثلاجه او على الثلاجه. على الثلاجه. من بره كده تلزق. بتلزق هي لوحدها. اول ما تيجي تحطيها تلزق. حلوه قوي. فيها ميه، ممكن تحط فيها زرع طبيعي. تمام. الله ينور.
تديها معانا كده الكب كيك 12 الكب كيك ب 26 جنيه 26 ل 12 12 ب 26 تمام كده ب 10 جنيه دي كام واحده 6 ب 10 ب 10 جنيه تمام تمام كده دي سلاكه دي سلكت الحوض تمام دي ب 2 جنيه دي بتسلك الحوض سلكت الحوض دي ب 2 جنيه ما بتتكسرش ولا حاجه لا لا طبعا حلوه كده اه بصوا كمان معموله ازاي عشان تطلع بصك عشان الحاجات دي تطلع الشعر او اي حاجه نازله حاجة الله ينور عليك موجوده طبعا وكمان حاميه يعني مش أوه. هي الخفيفه حلوه قوي لا تمام يعني حاجه كويسه جدا تمام معانا حاجه زي كده ب 7 جنيه دي ايه دي لمامه الوبر من على الجواكت مثلا اه 7 جنيه بس 7 جنيه اه معانا منظم رحلات اه منظم رحلات دوت عامل مثلا معاكي منظم 4 في 1 اه تمام زي كده بتحطي بقى في الشنطة الصغيرة ديت اكسسوارات بتحطي فيها ذهب لو مسافرة مثلا هتروحي مصيفي حاجة زي كده كبيرة ممكن أيوة. بتحطي فيها اكل بتحطي فيها اي حاجة انت عايزاها هي كم قطعة استاذ مصطفى؟ دول اربع قطع ب 25 جنيه تمام الله ينور الله يرحمه معانا حاجة زي كده ب 11 جنيه دي فرشة تمام دي فرشة عادي. كده ب 11 جنيه معانا حاجة زي كده مغناطيس اللي هو بتاعت الستارة لمامة 25 جنيه تمام معانا سيليكون ب 7 جنيه ومع سيليكون بيتفرد ويتنى عادي ماشي معانا بتاعة عصارة الليمون ديت دي عامله 5 جنيه تمام بصراحه اسعاركم النهارده حلوه دي ب 7 ونص ايوه الثلاثه دول ب 7 ونص ب 7 ونص طبعا يعني احنا انتوا مكسرين ايوه ده انتوا حارقين خالص النهارده اسعار الرفايع كلها تمام تشكيل بقى الحاجات بتاعت البسكوت ب 10 جنيه 6 ب 10 جنيه ب 10 جنيه تمام ماشي حاجات زي كده ده ايه ده ب 12 جنيه حامل مكانس اه ب 12 جنيه 12 جنيه حامل المكانس يا جماعه ده كان نازل في الاول اغلى من كده بكتير حامل المكانس اهوت حلو قوي ب 12 بيتحط هنا كده ويتلزق بدبل فيس بدبل فيس كده وتحط تعلق عليه المكانس المكانس الله ينور عليك تمام في ايه تاني قلنا ب 7 ونص تمام حاجه زي كده دي بتاعت القالب الثلج وبتاعت الحلويات وبتاعت الشوكولاته الشوكليت لو حد عايز يعمل لاولاده كده كمان ميزتها ان هي معاها سيليكون معاها مع غطا عشان تحافظ برضه لو انت حاطه حاجه للاكل او للحلويات بتحافظ عليها من مثلا ايه الروائح اللي في الثلاجه صح حاطه حاجه تانية سمك ولا حاجه طيب بالقرص دي كام معانا دي 25 جنيه بس تمام دي بقى السحريه الكربونية. دي ايوه الكربونيه مش السحريه تمام دي بره بتتباع ب 9 جنيه انا ببيعها ب 3 جنيه ونص 3 ونص بس 3 ونص لا 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 تمام ايه ده القمر ده طقم ليه في حمام 3 في 1 3 قطع الطقم دوت بتاع الحمام بتاع الاستحمام يعني الشاور تمام الشاور معانا 25 جنيه 25 جنيه تمام. ده 3 ليف يعني ولا ايه 3 ليف الحاجات دي بره اصلا بتتباع غير اغلى من كده تمام اغلى من كده يعني معانا ديت بصوا يا جماعه دي ده زي جوانتي تمام ودي ليفه كده ناعمه وواحده معانا ثانيه خشنه شويه عشان برضو ايه عشان الظهر كمان دي الظهر ما تشيلش الظهر يعني لا يعني تنظف الظهر يعني قصدي ماشي ايوه انت لو شيل الظهر بص يا جماعه دي داخلين على المخللات بقى ايوه 6 جنيه يا جماعه قطعت الجزر والخيار ب 6 جنيه الله ينور معانا حاجه زي كده حامق اللي هو السيليكون ده السيليكون دوت ده ب 19 جنيه ده ب 19 صغير تمام ده الكبير وفي الوان اهو بقى في الوان طبعا اخضر واللبن معانا وسط الحنفيه ديت موجوده معانا ب 18 جنيه بس تمام وسط الحنفيه دي بتتباع بره ب 35 جنيه و 40 انا ببيعها ب 18 جنيه بس حلو تمام معانا هداسه الجرانيت ديت هداسه تحفه الجرانيت بتاعه الفول والبطاطس والحاجات الحلوه دي ب 10 جنيه يا جماعه ب 10 جنيه بس الهراسه الجرانيت الهراسه ب 10 جنيه بس معانا الجوانتي دوت بيستخدموه طبعا للمواعين بيستخدموه للقطط والكلاب والحيوانات عشان هو فيه ب 25 جنيه مش الفرده الواحده الفردتين ب 25 ب 25 جنيه عشان ما حدش يفكر ان هي فرده واحده مع بعض كده ايوه تمام الله ينور ب 25 ماشي ثانيه جنيه دي ايه ليفه مواعين معانا ليفه وش وظهر ليه واحد ناعم وواحد خشن تمام دي الناعمه دي عشان التيفال ايوه والثانيه للحاجات اللي هي الاستانلس بقى وكده دي 8 جنيه معانا حلو تمام معانا بقى المضرب اللي هو بتاع النسكافيه الحلو ده ايوه مضرب النسكافيه عامل 12 جنيه بس 12 جنيه ده بره ب 25 جنيه انا ببيعه ب 12 تمام البابيتا دي بقى بكام معانا البابيتا للبيبي دي بتتباع بره برده ب 25 جنيه انا ببيعها ب 12 ونص يعني عرض 50% الله ينور تمام معانا اسوره الامان الحلوه دي ايه اسوره الامان دي عشان انت تلبسي واحده في ايديكي وواحده للطفل للاطفال تمام دي مكتوب عليها 35 جنيه لا ب 25 جنيه بس عشان خاطر حبايبنا الله ينور
كل دي الرفايع. تعالي بقى بص رفايع كتير اصلا كتير ده لسه على المانع الطرطشه ب 11 جنيه ونص بس ده حجم كبير مش الصغير. تمام كنتش على حله قوي يعني كويسه جدا وقوي حلو ماشي معانا بقى المضرب السوسته المضرب قصدي اللي هو المنقط ايوه تمام ده ستانلس في بلاستيك طبعا بلاستيك دوت عامل زي الاكريليك شويه هو قوي تمام ب 8 جنيه المغرفه دي اللي هي المصفى المغرفه دي ب 10 جنيه مغرفه ومصفى ايوه في واحد ب 10 جنيه بس الليفه ديت دي ديسبنسر مضخه ديسبنسر دي ب 13 جنيه 13 جنيه بتتباع ب 17 جنيه وب 18 جنيه وب 20 انا ببيعها ب 13 جنيه بس الله ينور عليك الديسبنسر ده بصوا يا جماعه في ديسبنسر ده يا جماعه بره برده بيتباع ب 30 وب 25 جنيه هتسمعوا مني سعر دلوقتي هتستغربوا 16 جنيه بس 16 جنيه الديسبنسر ده 16 جنيه يا جماعه تمام ده بينزل بيشيل ايه؟ خمس فرص ايوه خمس فرص اسنان تمام تمام وبتحطي المعجون وبتضغطي بالفرشه لجوه بينزل لك المعجون على دلع. طول تمام كده بقى كده ايه يعني. تمام زي دي كده ب 6 جنيه حلو قوي طفايه زي دي كده ب 6 جنيه الطفايه دي الطفايه تمام بس جنيه. يعني ستة جنيه. حتى الراجل اللي بيقولها اصلا احنا ضربنا السعر بتاعه الله يرزقه ويرزقنا يا رب ايوه نكمل بقى بقيه الاختراعات نكمل بقى كده عندنا العلاقات القمر دي اللي زي الابل كده هي ابل اهي تمام طبعا العلاقات ديت بتشيل لحاجات 2 كيلو تمام دي ب 10 جنيه بس دي ب 10 جنيه بالوان الباستيل بقى تمام السفينه اللي هي الامتصاص دي بتمتص الميه وممكن كمان تشيل الجلد الميت ب 10 جنيه برضه طب حلو تمام اللزق اللي هو السيلفر اللي هو الحراري ايوه هو لا سوري معلش ده اللزق اللي هو بيلزق الحاجات لو في مثلا ماسوره مقطوعه بتاع يلزق عليها المواسير ده ميه. حلو العوامات ايوه اي حاجه بتسرب ميه ده يقفلها يسدها حلو قوي بكام يا استاذ مصطفى ب 25 جنيه ده كام متر ده دوت 5 متر وطبعا ده يعني ما شاء الله لزقته جامده جدا الله اكبر تمام اصلا بره بيتباع ب 60 جنيه حلو قوي ب 25 جنيه معانا حامل السشوار ده ب 5 جنيه عشان وانت بتعملي سشوار بقى في الحمام مثلا في اوضه النوم 5 جنيه ب 5 جنيه حلو الله ينور فيس ب 10 جنيه 10 جنيه بس الدبل فيس 1 متر ب 10 جنيه حلو قوي ايه ده دي مقلمه ولا مقلمه تنفع مقلمه وتنفع سشوارات شنطه ميك اب كمان ب 7 جنيه ونص بس ب 7 ونص يا جماعه بصوا القمر دي كويسه جدا حلوه قوي جميله تمام معانا كده الاستيكر دوت ده استيكر توابل بيتحط على البرطمانات وبتكتبي بقى وبتلوني طبعا بتكتبي اسم البهارات اسم البهارات وممكن كمان تقصيها دواير تقصيها زي ما انت عايزه حروف اللي انت عايزاها تمام دي عامله 19 جنيه تمام معانا الريموت دوت ب 6 جنيه ب 6 جنيه كفر الريموت كفر الريموت ب 6 جنيه وفي فيونكاي بصوا عامل ازاي والله العظيم حلو قوي جميله وعندنا برضو ايه عندنا منه الوان واشكال منه الوان وعندنا كمان اللي هو السيليكون حلو تمام السيليكون بكام ب 12 12 الكبير ب 12 جنيه الصغير الصغير ب 8 جنيه في ايه تاني بقى هنا في البتاع الصغيره الحبل ده ب 6 جنيه حلو كده كده ب 6 جنيه ده حبل كتان 20 متر ياخد البلكونه بقى 20 متر اهو ب 6 جنيه بس حلو والله جميل الكوب السيليكون السوسته ده كده كوبايه معاها يا جماعه زمان احنا كنا بنستخدم الحاجات دي واحنا صغيرين بس مش هي دي يعني لا دي أيوة. بقى حاجه ثانيه أيوة. خالص تمام ممكن تاخديها معاكي في الشنطه وانت مسافره وانت قاعده في المكتب تحطي فيها عليها كده ميداليه ايوه تظبطيها بقى بص حاجه جميله جدا ب 17 جنيه ونص الله ينور حلو قوي ب 17 ونص حلو طبعا دي بتتباع بره مش اقل من 35 جنيه يعني احنا النهارده جايبين لكم حاجات بنص ثمنها 50% حلو قوي بصوا يا جماعه بقى في حاجات كفرات تانية كده دلع برضو ده غطا مج للحاجات السخنه مثلا او لو انت حاطه حاجه ساقعه وعايزه مثلا تغطيها حاجه تقع ولا حاجه فيها ايوه صح نظيفه وديت بتبقى اللي هو الماسك بتاعها اللي هو بيتحط من فوق حلو عندنا الصباره اهي الراقصه وعندنا التانية بصي بقى عرض حلو قوي دي بكام يا استاذ مصطفى؟ انا هعرض لك الثلاثه ب 25 جنيه بس الله ينور عليك الثلاثه من دول ب 25 جنيه الثلاثه دول ب 25 جنيه 25 الواحده بتتباع ب 12 جنيه ونص تمام يعني انت هتاخدي اثنين وعليها واحده هديه اثنين وعليها واحده هديه تمام بصي بقى معاكي برضو ايه دي ممكن تنفع برضو بتاعت ميك اب دي البرا حاجه للشرابات
بتتحط جوه الغساله عشان ما الحاجه ما تتهش، تحافظي عليها ما تخش مثلا الوان في بعض المناطير والحاجات دي كلها، فانت بتحطيها في الغساله وتحافظي على شكلها عليها شكلها وكل حاجه. بكام دي؟ ب 15 جنيه تمام. دي ايه بقى؟ دي سفنجه مضغوطه، مجرد بس ما دي سفنجه مضغوطه، مجرد ما تحطيها في الميه هتتنفخ معاكي. تمام. وهي ما تتنفخ معاكي. يعني تعمل ايه؟ يعني تعمل ايه بقى؟ بتغسلي بيها بقى؟ ليفه برضو. الله ينور. ايوه تمام. جميلة جدا هي كده، بس عشان هي مقفوله. حلوه قوي. انت مجرد ما تحطيها في الميه تبقى تنفش قد كده، بتنزل السمك كده. تمام. دي عامله 5 جنيه بس. تمام. عندنا برضو المكبس ده يا جماعه، البسكوت بمناسبه العيد بقى. طبعا مش العيد بس ده كمان. أيوة. رمضان، عشان فيه القطايف. لا مش القطايف، امال ايه؟ هو ده مكبس بسكوت، يعني الناس بتحتاج برضو البسكوت، بسكوتات في ايوه طبعا. تمام. فدي معانا ان شاء الله ب 25 جنيه. حلو قوي. مع بعض دي بتتباع بره مش اقل من 45 جنيه. الله ينور عليكم. ايوه كده. يلا بقى كل ست بيت تغير وتجدد. عندنا حاجات من اول 2 جنيه يا جماعه، جددي بقى وغيري. زي كده بتتلزق كده. حلوه دي برده، وبيتحط فيها الفوط في الحمام مثلا ب 7 جنيه ونص بس. الله ينور. عشان ديت دي كام واحده؟ دول 6. تمام. بس طبعا مش اي معلقه، يعني المعلقه ديت نظيفه جدا. حلوه قوي. حاجه نظيفه بامبو كده. تمام. تمام. وليه ريحه حلوه، يعني ريحه معينه كده. حلو. ريحه خشب البامبو. الخشب البامبو الحلو دي ب 19 جنيه. تمام. تمام. ناخد الحلو ده ب 18 جنيه بس. يلا عشان تعملي الحلويات بقى. 18 جنيه بس يا جماعه. تمام. قطعت العجين الستيل متدرجه كده زي مسطره، بتقطع العجين عشان برضو تعملي ايه المقاسات والحاجات دي كلها. دي بكام دي؟ 29 جنيه. تمام. بس حاجه طبعا محترمه جدا يعني. ده ستيكر بيتحط على الفيشه، ودي اللومات بتاعته اللي هي الانوار. الله. تمام. بتاعته وبينور بالليل، بيديك بكام ده؟ ده ب 19. ده ب 19. حلو جدا. تمام. طبعا في منه برضو اشكال حلوه هنا، اشكال والوان كتير، اشكال والوان يعني برضو يعني. شكلها حلو كده منور بالليل كده جميل. اللي بتاعت النشابه ديت، النشابه ديت عامله معانا 25 جنيه. تمام. النشابه دي ب 25 جنيه بقى كده. الرحلات ده جدا للرحلات طبعا، عشان للتعقيم، للشاور، للحاجات اللي تاخدي حاجات صغيره لو انت يوم مثلا خارجه فيه من اول النهار. تمام. دي بكام معانا؟ ب 25 جنيه برضه. 25 جنيه. دي بتتباع ب 35 عشان كنتوا ب 25. عشانكم ب 25 جنيه. حلو. معانا بقى كده القفل الامان السمارت ده. حاجه محترمه جدا ب 25 جنيه برضه. الله ينور. ده دبل دبل يعني وش وظهر كده، اتنين مش واحده، ب 22 جنيه بس. حلو قوي. تمام. طيب معانا بتاعت القالب اللي هو التلج، قالب التلج دي قالب تلج؟ قالب التلج بتحطي التلج هنا مكعبات كده وبيعملها لك كتلج. تمام. على شكل فيل، على شكل باندا. كام دي؟ دي ب 15 جنيه بس. تمام. حاجه زي كده حامل شاور. دي حامل شاور، بتحطي الشاور اللي هو بالضغط ده. دي بتحطيها الاول كده في الحيطه، وتحطي الغطا من فوق والشاور نفسه من تحت، وبتضغطي عليه بتضغط تنزلك. بتنزلها لك. دي بكام دي؟ ب 3 جنيه ونص بقى. تمام. ركبه الاطفال عشان وهم بيتعلموا المشي مثلا بعد الشر وقعوا ولا حاجه. هم يعني لا حتى وهم بيحبوا اصلا بيحبوا كمان. يا حبايبي. تحافظ على ايوه على الكعب، على الركبه. تمام. دي ب 15 جنيه برده. حلوه قوي. ماشي. طبعا الحاجات الطبيه ديت هتلاقيها في الصيدليه اغلى من كده بكتير. طبعا و 40 وكده. ايه تاني يا استاذ مصطفى؟ بص معانا حاجه زي كده، علبه توابل. حلوه قوي. في واحد يعني اربع توابل كده. بصوا يا جماعه، سيب الشكل ده كده، غطا اكليريك. حلوه. معاها المعلقه بتاعتها عامله زي الكوبايه كده. حلوه عشان سهله الغسل يعني. شكلها جميل جدا وحلوه. تمام. بكام دي؟ 25 جنيه. دي ب 25. محمول ده؟ محمول اليو اس بي طبعا. أيوة. ناس سمعت بره 110 و120 والارقام الفلكيه دي. ده باليو اس بي. ده باليو اس بي. طبعا احنا هنغير فكرته خالص. تمام. الخلاط ده معانا هيبقى عامل 79 جنيه بس. 79 جنيه. 79 جنيه بس. الله ينور. الميزان كمان لست البيت. الميزان دوت اهو معانا هيبقى ب 69 جنيه. تمام. طبعا هو بره اغلى من كده يعني. انتوا برضو هتبقوا عارفين حاجه زي كده. الله ينور. بصوا يا جماعه في كمان مجموعه ونسات. بكام بقى الونسات الحلوه دي؟ في حاجات زي كده، دي ب 59 جنيه. ايوه. الونسه دي ب 99 جنيه. دي بتلف معاها 10 اشكال. تمام. وبتنور طبعا اضاءات مختلفه.
دي ب 19 جنيه الستار والناس الستار ماستر. ايوه تمام. دي معانا ب 25 جنيه برضو الستار ماستر معاه كابل يو اس بي. حلو. دي معاش تمام. معاش حلو جدا. كابلوهات برضو اللي عايزه تغير على العيد. بس يا جماعه دي بتيجي ثلاثة مع بعض. مش واحده بس, بتيجي ثلاثة مع بعض. اشكالها شيك قوي. دي ب 80 جنيه تمام. الثلاثه ب 80. الثلاثه ب 80 طبعا. التابلو دوت قبل كده واحد عرض عليا الواحد بس لوحده ب 90 جنيه. انا قلت له انا جايب الثلاثة ب 80 جنيه. حلو قوي. تمام. اشكال بقى والوان منه بقى الحاجات اللي زي كده. دي قلب. دي الطاسه القلب ديت. ايوه دي بمناسبه عيد الحب ولا يا استاذ مصطفى؟ دي ب 21 جنيه. طبعا. ايوه. دي تشيل معاكي بيضتين او ثلاثه كمان. حلو قوي. تبقى على شكل قلب. جدا. على شكل قلب كده. ايوه دلعوا نفسيكوا برده. 21 جنيه. حلو قوي. بصوا يا جماعه الكاتل ده. الكاتل ده بيتباع بره ب 110. ايوه. بيبيعه ب 87 جنيه بس. 87 جنيه. الله ينور. 87 جنيه بس. حلو قوي. ده بتاعته اهي. ودي بتحط في الكهرباء. حلو جدا. 87 جنيه. الازاز بقى, الحاجات الازاز يعني من اول هنا كده الشفشق ده او الدورق ده كده. اول حاجه معانا الدورق. تمام. الدورق ده يا جماعه تركي. يعني انا بتكلم بقى على الحاجات دي كلها كل ده تركي. حلو قوي. تمام. معانا ال 630 مللي, معانا ال 500, معانا 350. تمام. طبعا اسعار مختلفة. يعني من اخر واسعار مختلفه. تمام. وده برضو كده برطمانات شياكه كده جميله. تبقى بالشكل ده كده. دي ازاز. دي ده ازاز طبعا. ازاز كل ده ازاز. من مقاسات يعني. هو ده كده ثلاث مقاسات. تجمعي طقم زي ما انت عايزه. تجمعي وفي احمر وفي اسود. تجمعي احمر او اسود عادي. الله ينور. تمام. موجود. تعالوا برضو اوريكم على معانا برضو الدورق دوت كده الاسود ده. الدورق الاسود ده كده. تمام. حاجات كده مثلا ب 29 جنيه بس ده تركي. حلو. عشان تبقي عارفه برضو. ازايز الزيت بقى التركي برضو. الزيت دي برضو معانا ب 26 جنيه بس. ب 26. 26 جنيه. وليها الغطا بتاعها موجود, احنا شايلينه جوه بس عشان ما يضيعش او يطير. ابيض واسود واحمر. ومعانا الزياته دي برضو ب 25 جنيه والغطا دي ب 25 يا جماعه. دي زياته. حلوه قوي. زياته برضو تركي بس دي شفافه. تمام. معانا حاجه زي كده الازاز ديت ب 7 جنيه ونص. حلوه دي. تمام. انجوي. 7 جنيه ونص. 7 ونص. معانا برضو حاجات زي كده. دي بتيجي معاها شاليمو. عشان الولاد او كده ب 9 ونص. حلو قوي. عشان دي بتيجي نفس السعر برضو ب 9 جنيه ونص. 9 ونص. حلو قوي. تمام. بصوا بقى الاشكال بتاعتها حلوه ازاي. تمام. بصوا بقى القمر دي والناسه على شكل يونيكورن مثلا. ايوه. دي بتتركب لها زي بطاريتين من ورا كده وبتنور بقى سهاره بقى معاكي فيها خمسه. حلو قوي. تمام. فيها حوالي خمسه. تمام. خمس لمب بتنور وشكلها جميل جدا. وبكام دي؟ دي ب 42 جنيه بس. تمام. معانا معالج السلك دي. معالج السلك يعني السلك بتاع المطبخ عشان بس الناس تبقى عارفه برضه. سلك المطبخ لو اتقطع ولا حاجه. لو في مثلا حته مقطوعه شرخ كده. بالظبط كده. دي دبل فيس. دي فيها ثلاثه من جوه عشان تبقي عارفه برضو. فيها ثلاث وحدات. ثلاث وحدات من جوه. تمام. بتقصي انت على قد الحته المقطوعه وتقومي حطاها لازقه عشان دي دبل فيس. الله ينور. في شمع معطر. شمع كده معطر جميل جدا. تمام. بروايح بقى فانيليا جميله. وفي منه الاحمر اهو. وفي عندنا برضو الابيض. وعندنا طبعا كل واحد بريحه. كل واحد بريحه وشكل مختلف. حلو قوي. تمام. كام ده؟ ده كده معانا ب 13 جنيه بس الواحده. ب 13 يا جماعه. ده بيتباع بره ب 25 اقل حاجه. صح. تمام. بصوا يا جماعه الكاسرولا القمر دي. دي برده من ضمن الحاجات الموجوده. الكاسرولا ممكن تعملي فيها اللبن. ايوه. تمام. دي معانا ب 135 ب 145 ب 155. معانا احجامها 14 16 18. تمام. معانا ثلاث مقاسات 135 و145 و155. دي طبعا حاجه تركي وستانلس ومحترمه جدا. تمام. الله ينور. تمام. معانا اطقم التوابل. التوابل ده معانا ب 45 جنيه. حلو قوي. تمام. معانا حاجه زي كده ب 160 جنيه. تمام. 160. معانا حاجه زي كده ب 39 جنيه برده توابل. معانا حاجات زي كده. تمام. ب 39 جنيه برضو. طبعا ده مكتوب عليه 50 بس انا ايه هنعمله ب 39. هنعمله ب 39 جنيه عشان خاطر الحبايب. تمام. كده ب 5 جنيه الواحد. حاجه زي كده ب 5 جنيه. برنيطه ده كده. تمام. دي بتاعه التوابل. دي بتاعه التوابل اهي. شايفاها عامله ازاي؟ ايوه. فتحات صغيره وفتحات كبيره. ب 5 جنيه. ب 5 جنيه بس. ماشي. برطمانات صغيرة. ايوه. البرطمانات اللي هي الصغيرة والبرطمانات اللي هي الكبيرة. حلوة قوي. تمام. ب 25 ومعانا ب 18 جنيه. تمام. ماشي. تمام. طيب معانا حاجة زي كده. علب دي. معانا حاجة زي كده برضو زي اللي احنا عرضناها في الأول. خضار وفاكهة. دي مصفة خضار وفاكهة. تمام.
بص طبعا عامله ازاي. دي بغطا وتصفي فيها حلو. وتحطي برضو فيها ممكن اي حاجه انت عايزاها وتقفليها بالغطا من غير ما تحطي دي الصفايه. او ممكن كمان تحطيها يعني بعد ما تصفي وبعد ما تنضفي الحاجه اللي انت هتحطيها جوه تحطيها وتقفليها. حلو قوي. تحطيها في الثلاجه. بكام دي؟ علبه اهي ب 25 جنيه بس. حلو تمام. عندنا ايه كمان؟ كب كيك. عندنا الكب كيك دوت. ايوه. صينيه تيفال كده، صينيه تيفال 12 ومعاها 12 كب كيك. ايوه. ب 55 جنيه. ب 55 جنيه. ب 55 جنيه. الله ينور. حاجه زي كده. جرانيت دي؟ دي جرانيت. دي مكتوب عليها 40 جنيه عشان خاطر حبايبنا خليها 35 جنيه. الله ينور. تمام. ايوه حلو قوي. تحفه بصراحه. الله ينور عليك. في منها برضو اللي هو الجراي الرصاصي وفي منها الفيروزي. تمام. في عندنا معانا بقى الكروانات بقى الحلوه دي. تمام. يعني حاجات مثلا ب 15 بس طبعا ده الخامه البلاستيك ده اكتر حاجه شركه ماكس. دي شركه ماكس. معروفه ماكس. تمام. 15 17 ونص الكبيره. الاكبر ب 19. حلو قوي. عندنا ثلاث مقاسات اهو زي الله ينور. حلوين زي الفل. تمام. بصوا يا جماعه المصافي بقى العروسه اللي عايزه بقى دي ب 6 جنيه. دي يا جماعه ب 6 يا جماعه. دي ب 6 والوسط ب 7. ب 7 والكبيره ب 8. انت كده بتحطم الاسعار بقى استاذ مصطفى. انا بص بجد انت النهارده ناويها بقى. انا كسرت قاعده الاسعار. انا كسرتها خلاص. الله يقويك. مفيش قاعده تاني خلاص. في ايه تاني بقى عندنا كمان؟ في بقى عندنا كده الشيش طاووق. ايوه. بكام الشيش طاووق دوت؟ ب 3 جنيه ونص. ب 3 ونص. ب 3 ونص. ايوه ايوه تمام تمام. الناس تبقى حافظه الاسعار عشان انا بقول الكلام ده بجد مش بهزار. تمام. بص حاجات زي كده. دي الوطنيه دي مش كده؟ دي الوطنيه. بص يا جماعه حاجه زي كده ده المقاس الكبير خالص. تمام. دي عامله 17 جنيه ونص. دي 17 ونص. المقاس الكبير ب 17 ونص. حطي بقى فيها السلطات في رمضان. عندنا الاصغر اهي موجوده. خلي بالك. تمام. الاصغر حلوة دي موجوده. بس طبعا عليها رسومات اشكال بقى والوان حلو وبتخش تقريبا الميكروويف. الوطنيه دلوقتي بقت تنافس ال طبعا التركي. الطب الطبي يعني. ودي بكام اللي هي دي المقاس ده؟ المقاس دوت ب 15 معانا. حلو قوي. تمام. عندنا بقى الميني البانيو ده 5 جنيه بس. ده ب 5 جنيه الميني بانيو؟ 5 جنيه الميني بانيو. تمام. بقول لك انت النهارده ناويها. ماشي. ماشي. بتتباع بره ب 10 جنيه. ده بيتباع ب 10 جنيه فعلا. حصل. ب 5 جنيه على خصم 50%. تمام. الوان اهي. ايوه. الوان لذيذه جدا. بص اللون ده برده حلو قوي التركواز ده. بص البينك عامل معانا ازاي. بصوا الجمال. دي صفايه هايا. اسمها هايا. اسمها هايا. دي بتاعت ال اترف في الثلاجه. لا امال ايه؟ حط على الحوض. على الحوض الكبيره دي تغسلي فيها الخضار ويصفي. ويصفي. حلو قوي. بكام هايا دي؟ ب 19 جنيه بس. الله ينور عليك. سعر حلو. حلو. ورينا السعر الحلو. ايوه طبعا اعمله لحبايب قلبنا. ده غطا معدن. ايوه. ده بيتحط مثلا ايه فوق الاكل لو في اكل مثلا على السفره او حاجه عشان دبان كده. الدبان ده ب 10 جنيه. ب 10 جنيه بس. 10 جنيه. الله ينور. طيب حاجات زي كده. ده لانش بوكس كده ولا ايه؟ تمام. ماكس. ده لانش بوكس ماكس. شركه ماكس. حلو. ده مكتوب عليه 25 عشان خاطرنا. ب 19 جنيه. الله ينور. الحاجات ديت لا قالب السيليكون بقى. قالب السيليكون دوت ده بيتحط في الفرن وبيتعمل في الفرن عادي يعني يتعمل اللي هو زي الانجليش كيك كده. الانجليش كيك. تمام. ده كده انجليش كيك ب 26 جنيه. 26 جنيه. الله ينور. كب كيك برده سيليكون. معانا كب كيك السيليكون الشكل دوت. ايوه. بكام ده بقى؟ 19. وعلى شكل ورده كمان. 19 جنيه. الله ينور. كام واحده؟ 8. قول 8 مش 6 عشان اللي بره 6. تمام. اللي بره 6 ب 25 جنيه. وده 8؟ عندي 8 ب 19 جنيه بس. حلو قوي. دوت ب 75 جنيه بس. دي حاجه طبعا محترمه جدا. ده غير القالب اللي هو موجود في السوق. محترمه جدا اهي. عشان ايوه فعلا كويس اهي والناس تبقى شايفاها. بتاعت كيكه قدره قادر كده وحاجه كده يعني. حلو. ماشي. ده شكله ب 70 جنيه. دي ب 70 جنيه. حلو. حاجه محترمه. الله ينور عليك. هتقولي لا دي ليه ارخص ودي اغلى؟ اقول لك عشان دي فيها ايدين. تمام. بتتمسك بيهم. دي جرانيت. حلو قوي. بس طبعا الاثنين احسن من بعض. الله ينور عليك. تمام.